بلجيكا. لم يكن هذا المكان مشهورا قبل أحداث كانون الأول عام 1944، فلسبعة أيام توقف التاريخ هنا في شوارع هذه القرية البلجيكية ثم تابع مسيره. إن التاريخ كما يصفه البعض هو صدى الذكريات التي تثور أحيانا في أذهان الرجال الذين صنعوا كما صنعوا هنا في معركة سانتفيف. لم يكن هناك ما يكفي من الوقت أمام المحاربين للنوم أو الأكل في المواعيد المعتادة. كان ما يجري هناك أن كل فرد وكل وحدة كانت تحارب دفاعاً عن الحياة، وقد كان الجنود يتمترسون في خنادقهم أثناء الغارات الجوية ويعاودون الكرة ثانية بعد انتهاء الغارة. لقد كنا نحارب في ظروف سيئة. لقد كانت المعارك ضارية، وكان الدمار شاملا في كل مكان. في خريف عام 44 كانت قد مضت 5 سنوات على الجيش الألماني وهو يقاتل. كان ثقة الحلفاء بقدرتهم عالية رغم الجمود الذي أصاب تقدمهم عبر أوروبا على الحدود الألمانية. هناك صمدت القوات الألمانية بقيادة الجنرال فون رونستد بضراوة، وكانت نداءاتهم بطلب الدعم تقابل بإرسال مواد ثانوية أو بالصمت التام. يتذكر الجنرال زيغفريد الذي كان رئيس أركان الجنرال رونستد تلك الأيام على الجبهة الغربية بأنها من أصعب الأيام التي عاشها حتى ذلك اليوم في أواخر تشرين الأول عندما عرف سبب الصمت للقيادة العليا. لقد كان هتلر يخطط لهجوم واسع النطاق في الغرب في القريب العاجل، وكان سيصلنا 20 فرقة مشاة و10 فرق مدرعة مجهزة تجهيزا كاملا، وستدعم العمليات الأرضية من قبل 3000 طائرة مقاتلة على الأقل. إن العملية التي كان يخطط لها حينئذ ستنطلق من شمال وغرب كولون، تهدف إلى الاستيلاء على مرفأ أنتورب في بلجيكا. هذا هو هدف تلك العملية في ذلك الوقت. ستقوم 3 جيوش ألمانية بهجوم شامل لتشتيت قوات الحلفاء والاستيلاء على أفضل مرافئ تموينها وهو مرفأ أنتورب. النتيجة كانت أنها شكلت أعظم المعارك الضارية التي خاضتها القوات الأمريكية، معركة بلجيكا التي اندلعت دون سابق إنذار في قطاع هادئ على جبهة الجيش الأول. في كانون الثاني عام 44 استولى الجيش الأمريكي على شمالي المنطقة بواسطة الفرقتين 92 والفرقة 28 إلى الجنوب، والفرقة رقم 106 التي وصلت حديثا وتمركزت في الوسط. لقد كانت الظروف التي نعيشها سيئة جدا، فقد كان هناك تساقط المطر والثلج بشكل مستمر، وكنا متواجدين هناك بديل فرقة المشاة الثانية، ولأن فرقتنا كانت حديثة وغير متمرسة فقد نقلنا لنتخذ مواقعهم. وتوجد مفارقة هنا، وهي أن الجميع كان يتحدث عن الهدوء الذي كان يعيشه هذا القطاع في السابق قبل مجيئنا، وقد كانوا يشبهونه بالنادي الريفي. كان المشاركون في الهجوم هم الجيش المدرع 6 بقيادة ديتريك، وهو يعد من أفضل القادة العسكريين في الميدان، وإلى اليمين الجيش المدرع 5 بقيادة فون مونت ويفل، والجيش 7 على الجناح الأيسر بقيادة الجنرال براين بيرجر للتغطية في الجنوب. وأثناء الاستعداد للعملية كان أهم ما في الأمر هو الإبقاء على السرية التامة للموعد المحدد لهذه العملية. كان التحرك لا يتم إلا في الليل، وكانت جميع المركبات الموجودة في المنطقة ملفوفة بالقش لتخفيف الأصوات الصادرة عنها إلى أقل حد ممكن، ولم يكن من الممكن التنبؤ بكيفية تطور الأمور في 16 من كانون الثاني في ذلك الوقت. توي فول
ويستفول، فون رونستيد. منذ البداية لم يرى جنرالات هتلر ضماناً لنجاح الهجوم المضاد، ولكن هتلر كان عنيداً وكان لا يمكن التراجع عن خطته. كانت عناصره الرئيسية هي المفاجأة، السرعة، والجو السيء الذي سيحرم الحلفاء من الحماية الجوية، وهذا كان موضحاً في أمره. لن تنفذ العملية إلا حين تكون الأحوال الجوية مناسبة حسب أوامر هتلر، وقد أغراني هذا بالاتصال بالقيادة والتساؤل بسخرية عما إذا كان هتلر يصدر أوامره للطقس أيضا. ويبدو أن الطقس ينحاز إلى أحد الأطراف أحيانا. لقد كان عدوا مزعجا ومربكا واجه القيادة بي للفرقة المدرعة السابعة والتي كانت بقيادة الجنرال كلارك، إلا أن الطقس كان حليفا مقربا من الجنرال مونتويفل وهو قائد الجيش المدرع الألماني الخامس، وقد استغل ذلك على الوجه الأكمل. إنني أتذكر أيها الجنرال شهر كانون ثاني عام 1944، لقد شاهدنا أنا وأنت هذه التلال الجميلة الخضراء الهادئة كما شاهدناها وهي مغطاة بالقش والضباب الخفيف، ثم وهي تصبح ماطرة موحلة أو مغطاة بالثلج. ولا يمكن أن أنسى كيف لعب الطقس دورا مهما في ذلك الوقت كما نعرف جيدا. كانت خطة هتلر أن لا يبدأ الهجوم إلا في ظروف جوية سيئة، وخلال الأيام التي سبقت الهجوم كان الجو سيئا بالفعل، وكانت القيادة الألمانية العليا تخشى أن يتحول الطقس إلى جو شتوي صاف وسماء زرقاء، مما يعطي الفرصة لقواتكم الجوية لإيقاف الهجوم في مراحله الأولى. في الواقع كان الطقس في 16 من كانون ثاني كما وصفته الآن. كانت الرؤية ضعيفة لدرجة أن مراقبي المدفعية المتقدمين لم يكونوا يستطيعون على سبيل المثال تعيين مواقع محددة على التلال، ولكن هناك كما يمكن أن تتفق معي، أمطر الجنود المنطقة بالنيران، كما تمكنت الدبابات من أن ترى أهدافها على بعد يصل إلى 2000 متر، ولذلك بدأ الهجوم في وقت مبكر جدا في 5 صباحا كما تذكر، وذلك للاستفادة من الظلام والطقس السيء، حيث إن ذلك سيمكننا من التقدم لمسافة كبيرة عبر هذه التلال عند الظهر. لقد أصبحت جميع ملاحظات واستطلاعات ومعلومات الألمان أمورا غير عملية في الصباح الباكر ليوم 16 من كانون الثاني. في القطاعات العسكرية التي كانت معروفة بهدوئها وجدوا أنفسهم فجأة عرضة لقصف مدفعي شديد في جميع تلك القطاعات، وبعد توقف القصف مباشرة والذي استغرق حوالي ساعة وصلت قائد إحدى الفرق تقارير من مختلف السرايا التابعة له والتي كانت كل منها ملحقة بواحد من أفواج المشاة الثلاثة الموجودة في القطاع. كانت تلك التقارير مثيرة وموضوعية، لقد أظهرت أن قواتهم تم قصفها من قبل قوة كبيرة إلى حد ما، وهذا ما سبب تلك الخسائر الفادحة في منطقة عمليات الفرقة 28 والتي كان موقعها إلى الجنوب. أيقظت نيران المدفعية ضابط قيادة الفوج رقم 112 وهو جوستن نيلسون. رغم أننا في قيادة الفرقة أدركنا أننا أمام هجوم شامل، إلا أننا وجدنا صعوبة في تقبل تلك الفكرة في البداية،
وقد قمنا بتمرير المعلومات إلى الفيلق والجيش خلفنا، إلا أن المفارقة أنهم اعتقدوا بأننا بالغنا في الأمر نتيجة للإثارة التي تسبب بها الهجوم، كوننا شبابا حديثي العهد بالمعارك، إلى أن بدأت نفس المعلومات تتدفق عليهم من الفرق المجاورة لي، وهي 99 إلى يساري و 28 إلى يميني. لقد أصبحت خطورة الموقف واضحة تماما أخيرا للفوج الثامن في وقت لاحق من اليوم، وهذا أثر بعض الشيء على معنويات الجنود. القيادة الميدانية بي للجيش التاسع كانت بإمرة ويليام هوك الذي كان يستعد للقيام بهجوم إلى الشمال في ذلك الصباح. في ذلك الوقت وصلت إليه تعليمات جديدة. في ذلك اليوم أخبرنا بأن الفرقة المدرعة السابعة ستهاجم باتجاه الشرق، وسوف يكون الهجوم عنيفا ومباغتا، لذلك علينا الحفاظ على تلك الطرق الحيوية المهمة مفتوحة أمام قوة الهجوم. إن هجوم الفرقة المدرعة السابعة هذا عبر موقعنا يعتبر أمرا شديد الحساسية، لأنه يؤثر على جميع قرارات الوحدات وستكون النتائج مهمة لنا. وبما أن الفرقة المدرعة السابعة ستقوم بالهجوم المضاد عبر موقع القائد ريغز في الشرق، صدرت التعليمات إلى الجنرال هول بالهجوم جنوبي الشرق عندما تصل دباباته، وهناك حصر فوج آخر تابع للفرقة رقم 106، ولكن قيادة الفرقة المدرعة السابعة تقع على بعد 60 ميلا شمالا في هولندا، ولم تكن هناك ضرورة ملحة لطلب النجدة، إلا أن الأمر وصل في النهاية إلى قائد الفرقة روبرت هازبروك. أثناء الليلة الأولى من القتال على الجبهة، قصفت مدفعية الألمان خطوط الحلفاء الخلفية، ولم تتم رؤية العديد من الألمان. بالطبع كان الحلفاء يعرفون أنهم يتحركون على كلا جانبيهم وأنهم أصبحوا معزولين إلى حد ما. وبما أن منطقة شني آيفل مغطاة بالأشجار، فقد كانت المنطقة مظلمة جدا. كان الجنود الشباب يسمعون أصوات النار على يمينهم وعلى يسارهم ومن أمامهم ومن خلفهم، وكان البعض يتقدم بينما يعود آخرون إلى الخلف. كان هناك بعض الارتباك مما سهل تقدم الألمان عبر شني آيفل نحو شيرنبرغ. التقى الألمان بأول مجموعة من الأسرى ظهر يوم 18 من كانون الثاني، عندما كانوا في طريقهم من الجزء الشمالي من شني آيفل متوجهين نحو شيرنبرغ. لقد كانوا مرتبكين، وقد أكد استجواب هؤلاء الشباب أنهم من فرقة مشكلة حديثا، وأن معظم أفرادها يفتقرون إلى الخبرة القتالية، وكأنهم يخوضون معركة لأول مرة في حياتهم. لقد بدأت العملية حسبما كان مخططا لها. لقد استولى الجيش السابع على مساحات واسعة من الأراضي، أما الجيش المدرع الخامس الذي كان يتقدم إلى شمال الجيش السابع فقد حقق بعض المكاسب على الأرض أيضا، فمن الواضح أنهم استطاعوا مفاجأة الأمريكيين على طول الجبهة كلها في تلك المعركة. في صباح 17 وصلت أنباء عن قيام الألمان باختراق الجبهة من الشرق باتجاه موقع الكولونيل ريغز. لقد أمرني قائد الفرقة بإقامة خط دفاعي بمحاذاة طريق شيرنبرغ سانت فيث للاحتفاظ بتلك الطريق، وذلك لاستخدامها في الهجوم المعاكس المنتظر أن يقوم به الجيش السابع. إن المدرعات التي كان يمكن أن تحمل العبء عن القائد ريغز وهي بقيادة الجنرال هوغ كانت قد مرت من سانت فيث عند الفجر متجهة إلى الجنوب الشرقي لتنفيذ مهمتها، وهي مهاجمة وينترز بيلت. وقد غادرت الفرقة المدرعة السابعة هولندا قبل الفجر، وكان هدفها باستون،
التي وصلها الجنرال هازبروك في مقدمة طوابير ليعلم بعد وصوله أن المشكلة توجد في مكان آخر. تحركت من باستون سان فيث وانضممت إلى الجنرال كارت الذي سبقني إلى هناك، ووجدنا أن الوضع على الشرق من سان فيث يكاد يكون ميؤوسا منه، وكان الدوي والدخان القادمان من الغابات على بعد ميلين من سان فيث يشيران إلى وجود دبابات ضخمة هناك، والقوات الأمريكية الوحيدة التي كانت تواجه الألمان هي سرية من كتيبة الهندسة 168 التابعة للفرقة 106. في أحد أيام كانون الثاني كانت القوات الأمريكية تتحرك عبر طريق ريفي، وحدث فجأة ما تسبب لهم في إرباك كبير، ففي الاتجاه المعاكس كانت هناك سيارات جيب وشاحنات ومعدات، وبدأوا بالتساؤل عما أقحموا أنفسهم به. أي يعني هذا أنهم أوقعوا أنفسهم بالخطر؟ لقد وصلوا إلى بلدة بوتو، وهي قرية بلجيكية صغيرة تقع على تقاطع طرق تضم من 10 إلى 12 منزلا ريفيا. هذا الرتل المدرع كمئات وآلاف القوات والمعدات الأخرى كان في يوم 17 من كانون الثاني يقترب من سانت فيث في بلجيكا، وكان الجنود يتجمعون من كل الجهات، بعضهم في حالة ألم ورعب، وبعضهم كان يبتسم مرتبكا، وكان البعض في حالة إلحاح يائس. من الشرق جاء مقاتلو الفرقة رقم 106 للوصول إلى الخطوط الآمنة، من الجنوب جاءت وحدات من الفرقة 28، ومن الشمال والغرب كافحت الفرقة المدرعة 7 للوصول إلى هنا، حيث كان الجنرال كلارك ينتظر وصولها إلى سانت فيث بصبر كبير. في ليلة الأحد كنا نقاتل قتالا يائسا لنضع قواتنا في تشكيل قوس حذوة الحصان حول البلدة. كانت هذه المنطقة الأقرب إلى العدو وإلى الممرات الشرقية، وتقع على بعد 2000 يارد شرق البلدة، وكانت القوات الأمريكية بقيادة الفرقة المدرعة 7 تحاول أن تحمي البلدة بعيدا عنهم. أنا الكولونيل دون فاير من الجيش الأمريكي، كنت برتبة ميجر في كتيبة المشاة المدرعة 38 في 27 من كانون الثاني 44. كان أول الواصلين هم طلائع القوات التابعة للجيش 7 الذين قمت بتوزيعهم على الفور بنفس عتادهم الآلي على الخط الجديد الذي أنشأناه، وحددت موقعا يشرف على السهل المكشوف حيث يمكن أن يستخدموا أسلحتهم الآلية بصورة أفضل، وقد قمنا بعد ذلك بحشد كل ما استطعنا تجميعه من دعم، والذي كان من بينه بعض الدبابات المتوسطة التي استطعنا الحصول عليها من الفرقة المدرعة 8 والتي كانت تساندنا في ذلك الوقت. 8 من صباح الاثنين 28 من كانون الثاني تعرضنا لأول هجوم، وتمكن الألمان من فتح ثغرة في خطوطنا. قمنا بهجوم معاكس واستعدنا السيطرة على الموقف. كانت خسائر العدو في ذلك الهجوم تدمير دبابتين وإصابة برج رما. بين 11:30 و 12:30 من ذلك اليوم هاجم الألمان مرة أخرى. بعد تلك الساعة ما زالت خطوطنا صامدة، ولكن بدأت قائمة طويلة.